ياسر عرفات خرج وقال لخلصائه ولبعض الصحفيين عمرو موسى لم يعد وزير الخارجية المصري أو لن يصبح وزير الخارجية المصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير خارجية مصر الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا معالي الوزير في هذه الحلقة. أهلا بك يا سيدي، متشكر جدا. أهلا وسهلا. نتابع في هذه الذاكرة شيقة معك من محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا، وكنت في موكبه آنذاك، كان يريد أن يشارك في القمة الأفريقية قبل أن يعود أدراجه، ما الذي حصل؟ خليني أرجع شوية عن الانعقاد في ذاته ووجود الرئيس في أديس أبابا. هو كان متردد لأنه تقارير عن التهديدات الأمنية وضعف الإجراءات الأمنية في بعض الدول الإفريقية كانت مخلاه يتردد. أنا معنى الحقيقة أنا كنت بضغط وكان لي في هذا رأي أنه إحنا لابد أن نتواجد على أعلى مستوى بقدر الإمكان وربما بأقصر وقت، إنما على الأقل في الجلسات الافتتاحية نعمل. و يعني كان وجهة نظري وأنا كنت مصر عليها، وقلت له أرجو يا سيادة الرئيس إن احنا سيادتك تقرر الحضور ولو ليوم واحد ولو لنصف يوم. كان موجود في احدى هذه الجلسات اللواء عمر سليمان، كان رئيس المخابرات، فبصله الرئيس قال له احنا اللواء عمر يعني، قال له لا كل شيء له علاج يا سياده الرئيس، يعني هم مش هيقدروا علينا، احنا خليني اتصرف واقول لسيادتك. وقال لي اللواء عمر بعد كده، قال لي لا هيروح، انا هطمنه وهبعت سياره مصفحه له، لانه هو نفسه مش ضامن، انما السياره المصفحه طبعا اثيوبيا الحكومه الاثيوبيه ما عندهاش سيارات مصفحه، او اذا كان عندها عدد قليل جدا، انما دي على اخر موديلات وافضل التسليح. وفعلا الرئيس مبارك اهتم واقتنع وقبل وقرر انه يروح يحضر القمه دي. انا بقى سافرت على هذا الاساس، وفعلا اول طياره مصريه جت عليها السياره المرسيدس والطقم بتاعها وكذا. انما ما فيش سيارات كفايه للوفود الافريقيه الكثيره عند الحكومه الاثيوبيه، ففي سياره الرئيس خلاص، وفي سياره وزير الخارجيه، وفي سيارتين تانيين. سيارتين تانيين كانوا خاصين بالحرس، واحنا على بعد يمكن ما كملناش كيلومتر واحد من المطار، في منطقه فيها شوارع فرعيه، طلع منها فجاه سياره وقفت ونزل منها ناس شباب بيضرب في الرصاص. نزل على طول الحارس لان هو الاكثر تحررا، يعني يفتح الباب وينزل، مش عربيه متكربسه في زي ما بنقول. وبدأت الحقيقة معركة، هم نزلوا كمان الحرس الجمهوري، وبدأت معركة ما حدش تعور من عندنا أظن، إنما هم خسروا ثلاثة أربعة قتل، ثلاثة أظن قتلوا، لأنه الحرس الحقيقة كفء جدا. وتوقف الحال، الرئيس قال للسواق ارجع عند هذا الجزء ده اللي هو فيه زي ما ما يسمح باليوتيرن في الحته دي بالذات يعني. فرجع على المطار، ورجع نزل زكريا عزمي اللي هو كان رئيس الديوان واهم شخصيه من الشخصيات المرافقه للرئيس في الرئاسه يعني، قال انه هيمشي، واسامه البازن قال انه هيمشي، وخلاص العربيات وقفت لان العربيه المصفحه اصيبت، انما يعني لا تزال شغاله، العربيه بتاعتي اصيبت واصبحت من الصعب انها تمشي، رجعنا مشي.
ال 800 متر دول. فانا لما رجعت الرئيس فين؟ قالوا ما جوه مع عمال السناوي اللي هو كان رئيس وزراء اثيوبيا. رحت الحمد لله على السلامه يا سياده الرئيس. قال احنا شكرا انا قررت نمشي كلنا. طيب انا طبعا ما كنتش مقتنع بنمشي كلنا دي، انما في لحظتها قلت وكذلك حاضر. فرتبوا الطياره اعدت، وكان ملز الزناوي في غايه الحرج شكله في غايه الحرج، والرئيس كان ايضا يعني اتخض انما كان مسيطر على نفسه رباط الجأش. طبعا قوم يلا نقوم. جه اسامه وجه الدكتور عطيه جم سلموا على الرئيس الحمد لله سلم، انما مشوا بقينا احنا الثلاثه. قمنا الرئيس مشي واحنا بتاعه كله راح الطياره، وركبت الطياره معاه وتحركت الطياره. فانا الحقيقه دخلت على الرئيس في الصالون في الطياره، قلت له يا سياده الرئيس انا شايف اني انا انزل واحضر القمه وهيكون في رد فعل، لابد ان يكون في رد فعل من مين اللي هيتكلم، فالافضل ان انزل. الطياره ماشيه لحد ما وصلت الى مرحله الاستعداد للانطلاق. واحنا بنتكلم فقال لي طيب بس ينزل عمر سليمان كمان، عمر يشوف ده وانت تشوف التحدي الافريقي وحصل ايه. وقفنا يجي 10 دقائق على ما جت السلم، برضه كان يمكن واحد بس موجود. نزلنا ورجعنا، دخلت انا على اجتماع القمه. اول حد قابلته كان مجابي، الرئيس مجابي الله يرحمه، رئيس زيمبابوي. نعم. قال لي الله، احنا فهمنا ان الرئيس وصل. هو فين الرئيس؟ قلت له ما سمعتش يا سياده الرئيس. قال لا، قلت له حصل كذا 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 كذا. في وقتها جه الرؤساء اخرين وسمعوا هذا الموضوع، بدا ضجه جوه القمه الرؤساء انه الرئيس مبارك اتضرب بالرصاص وكذا، ولكنه نجا والحمد لله. واتفقنا قبل ما ندخل انه هيحصل ابلاغ واصدار بيان، وعدد من الممثلين للمجموعات الشرق غرب شمال هيتكلموا، وبعدين انا اشكر ونبدا نشتغل يعني. وهكذا كان. معالي الوزير، كيف علمت بقرار الرئيس مبارك اجراء تعديل في وزاره الخارجيه لتتسلم بعدها الامانه العامه للجامعه العربيه؟ انا قلت اكثر من مره الحقيقه واعود فاؤكد. نعم. انا نفسي كنت بفكر من السنه الثامنه لي كوزير الخارجيه المصريه في كيفيه الخروج. وانه في تفكيري انا امضيت 10 سنين سفيرا، واكاد اصل الى 10 سنين وزيرا. اكثر من كده يبقى كتير، وعشر سنوات تمكنك من ان تفعل شيئا وتترك اثرا. كفاية لحد كده. مثل ما قال لك الرئيس مبارك عن عصمة عبد المجيد في الأمانة العامة. أنا بقى قررت أن 10 سنين ده كفاية. كفاية لنفسي. تمام. إنما كيف أخرج؟ كيفية الخروج؟ وكان ده بياخد مني وقت يعني. إنما أعطيته وقتا، والحقيقة تفكير هادئ في القرار ضرورة الخروج. ولكن يعتقد أن نجمك الذي سطع بشكل كبير وشعبيتك ادت الى اتخاذ النظام قرار بابعاد ممكن يكون كده. انما كان الرئيس كان يتضايق الرئيس مبارك باعتقادك من ذلك، من سطوع نجمك شعبيا؟ في الاول لم يكن، انما ربما اخرين ضغطوا على هذه النقطه او غاروا صدره. وطبعا جه الاغنيه بتاعت شعبان عبد الرحيم. ف يعني لعبت دورها في هذا الامر. شو كان انطباعك؟ كان عندك فكره عن اللي عم بيحضروه بهذا المجال؟ لا لا تمام. لا. وتسلمت بعد ذلك الامانه العامه للجامعه العربيه لعشر سنوات اخرى. ونبدا بعد الفاصل معالي الوزير اذا سمحت لي بلقاء الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل ان نتابع ما لدينا في هذه الحلقه، فارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا. اذا كان ما فيش السلاح النووي، طب انتوا خايفين ليه من المفتشين؟ ايوه. قال لي لانه كلهم من عملاء السي اي وبيجوا يسألوا عن كل شيء إلا ده.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع الأمين العام الأسبق للجامعة العربية وزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. أهلا. تسلمت الأمانة العامة للجامعة العربية بعد وزارة الخارجية ولعشر سنوات أخرى، كانت فترة حساسة جدا ككل فترة في العالم العربي للأسف في العقود الأخيرة. زيارة العراق 2002، الموضوع اللي أحدث ضجة كبيرة في العالم العربي على أثر مذكراتك اللي ذكرت فيها ما يعني على الأقل أنت تصحح لنا الآن، أنه الفهم الناس أنك انفعلت واحتديت أمام الرئيس العراقي بكل يعني الكاريزما التي يتمتع بها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وبعض العراقيين غضبوا من هذا الكلام، حتى أن ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق الأسبق قال في تصريحات للعربية على أثر هذه المذكرات: أبا حازم تدارك الأمر. ماذا تقول له؟ أقول له لا مالكش حق، لأنه هو يعلم، أنا أفترض أنه يعلم خطورة الوضع في ذلك الوقت على العراق، وأنه التحدث مع الأعلى مسؤول عراقي عن الأزمة وكيفية حلها، وأحمل له رسالة بأن هناك إمكانية لاستئناف التفاوض، وهو جالس ويعلم ذلك، وكان معي في نيويورك ويعلم ذلك. والحقيقة انه زي ما قلت اظن في 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 موضع اخر، انه الدنيا كلها بتتكلم عن الأزمة العراقية والأسلحة النووية العراقية والخطورة الموقف ده وضرورة عودة المفتشين وان يقبل العراق بذلك، ومفيش مسار تفاوضي. ازاي امين عام الجامعة العربية ورئيس العراق يتكلموا في كل الامور الا هذا الكلام؟ معقول الكلام اللي قاله اخي نادي انه بس البعض انه يقول لم يكن ده غير صحيح يجرؤ على التحدث الى صدام حسين بهذه الطريقه؟ يعني ما هو انا مستغرب، هم لسه خايفين منه؟ يعني مش عايزين نتحدث بهذه الطريقه؟ يعني ايه ده الكلام ده لهم هم، انما انا لما اتحدث معاه بصفتي الامين العام للجامعه وبصفتي أحمل رسالة مهمة للغاية من الأمين العام للأمم المتحدة، وبما أعلمه أنا من مخاطر خطيرة أن الأمور تسير الآن نحو قرار من مجلس الأمن بالحرب وبأن للتخلص من الأسلحة النووية إلى آخره، وبأنه الوضع معبأ عالميا، وأنه مش ممكن حد هيقف، لو اتخذ القرار الأمريكي مش هتقف روسيا علشان تدافع ولا هيقف. طب نضع هذا الكلام في إطار كلام الحوار جدا، في إطار الحوار الذي توجهت به، ولذلك كنت بتكلم معاه في هذا الشأن بالشكل ده. وزي ما قال الله يرحمه السفير بن حلي، قال إنه أنا يا عمرو يعني كان وكأنما يصرخ تمام في وجهه، يعني لم تصرخ ولكن لا كنت منفعلا. هناك ما هو أخطر من الحتة دي. الخطورة هي إيه؟ إنه كل اللي اتنشر الكلام اللي انا بقوله ده طلع في حتى في الفصول اللي طلعت في الشرق الاوسط وفي تمام الصحف تمام، انه بدا عمرو وكانه يصرخ في وجهه. وفي كمان شهاده، اضافه الى شهاده الامين العام المساعد بن حلي، الشاهد الثاني الذي تستند عليه في كتابك السفير حسين حسونه مندوب الجامعه العربيه في واشنطن في تلك الفتره، يقول ان حديث السيد عمرو موسى مع صدام حسين اتسم بالصراحه الشديده وغير المسبوقه في الحديث الى الرئيس العراقي. يعني نحن نريد ان يعني نحسم الجدل في هذا الاطار. لا انا كيف تسمي النبره التي تحدثت فيها مع الرئيس العراقي؟ الجدل محسوم. حكايه انه الناس اللي بتزعق وبتشتم وزعلانه وبتاع ده هم احرار. انا لا هم احرار. انا لا ادخل في جدل معهم. هذا الامر محسوم ومسجل ومكتوب في محاضر رسميه، ورساله حملت الى كوفي عنان بعد ذلك، ورسالة علمت بها الدول الكبرى بعد ذلك. احنا كناش بنلعب، كناش بنهزر. اما حكاية ان الخوف من ان ده السماح بهيئة الرئيس، ليه لما تتكلم مع الرئيس عن مخاطر الموقف وتقول له انه لابد من اتخاذ خطوة الان فيما يتعلق بالمفتشين، وده عيب، ده شتيمة. دي كيف رد عليك؟ رد علي السؤال ما كانش ده، السؤال كان هل لديك أسلحة نووية؟ هل لدى العراق أسلحة نووية؟ هذا ما سألته إياه. سألته طبعا، فقال لي لا. فقلت تسمح لي يا سيادة الرئيس أسأل مرة أخرى؟
هل لدى العراق اسلحه نوويه؟ قال لي لا. مثل ما بتقلي هيك قاعد صياغه السؤال. هو اندهى شويه، انما اظن وقتها زي ما بيقول بن حلي وحسين حسونه انه انا قلت اسمع بقى يا سياده الرئيس بالطريقه المصريه. انا فعلا تذكرت اللقطة دي مهمة، هذه نقطة بالطريقة المصرية، لأنه الرئيس سأل، لأن كتابة مختلفة لما قلت الكلام ده وبدأت ده مش انفعال ده كلام صريح وأنه لابد أن ننهي الموضوع ده وإحنا قاعدين قبل ما أمشي وأرجع تاني إلى نيويورك وأكلم ده. فأظن قلت له شو بقى سيادة الرئيس، فهو أنا يعني أذكر أنه لاحظت شيء من الدهشة عنده، انما ايضا شيء لاحظ انه شيء طريف ظهر اللهجه المصريه لما اللي قلتها بها يعني خلته يعني فيها نوع من البسمه في مكان ما يعني دهشه، وربما ما كانش منتظر السؤال ده او التعبير بالشكل ده، انما ايضا كان طريف بالنسبه له التعبير المصري وازاي انا قلتها. اظن انا قلت شوف بقى يا سياده الرئيس، ما قلتش اسمع بقى يا سياده الرئيس، انما يعني ده بس استجاب لطلبك. بعد كده قال لي طيب، قلت له طب اذا كان ما فيش السلاح النووي طب انتوا خايفين ليه من المفتشين؟ ايوه. قال لي لانه كلهم من عملاء السي اي وبيجوا يسالوا عن كل شيء الا ده، ويروحوا الشوارع والبقالات والبيوت وبتاع دي مالها ومال التفتيش على السلاح النووي. فقلت له طب اذا تغلبنا على هذا و ضبطنا الامور في هنا بقى، قال لي قول له انا اخولك تقول له هذا الكلام، احنا مستعدين، انما تفهموا انه في الخشيه دي من انهم جايين كلهم بتوع سي اي اي واحنا مش مستعدين، كلام من هذا النوع. فقلت له حاضر، انما قال لي اخولك الحديد. فحملت رساله الى مره ثانيه انه هم العراق مستعد الى كوفي انان. قلت له في اتهام، في كلام سي اي اي. انا اريد يعني ان اتوقف الان مع لقائك او عند لقائك مع كولين باول. وقتها كان الجو كان مشحونا يعني باتجاه كان في مؤتمر دافوس مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، قرر انه يعقد دورته القادمه في ذلك الوقت في نيويورك بدلا من دافوس. نعم. للتعبير عن التأييد والدعم لأمريكا بعد اللي حصل في نيويورك وفي سبتمبر الأخير. بعد الحادي عشر من سبتمبر. فأنا كنت رايح هناك، كانت فرصة جيدة إني ألتقي بالكل. أول ما التقيت به طلبت معاد مع كولين باول، وفعلا قابلته وقلت له انه يعني الموضوع انه احنا في فرصه للتفاوض لاستئناف التفاوض، رفض هذا الكلام وقال انه لا نصدق صدام الكلام اللي بيقوله. كان واضح انه الولايات المتحده على موقفها. كوفي عنان كان شافه قبل كده وعارف هذا الموقف، فلما خلصت رحت له وقلت له، قال لي ما انا عارف هنعمل ايه. حصل بقى الحركة اللي أنا رويتها هنا، أنه جبنا كان ناجي صبري موجود في الأمم المتحدة. نعم. فالحقيقة أنا أردت أن أساعده قفزا كم شهر إلى 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 أكتوبر، سبتمبر أكتوبر من آخر العام. ده كان يناير لقاء صدام، ودافوس كان فبراير في نيويورك، وحصل بعض الاتصالات وفعلا بدأ يبقى فيه حوار بين العراق وبين الأمم المتحدة. طبعا وزير الخارجية لازم كان يبقى موجود، لا موجود ويقود هذه الاتصالات، مع طبعا الدور المهم لطارق عزيز في كل ده. طبعا حصل هذا التفاوض وعلى فترات متقطعة لم ينجح، فشل التفاوض في إعادة الأمر إلى مساره بحيث أنه يبقى بديل عن الحرب والمسار داخل مجلس الأمن في هذا الإطار إلى تفاوض ونعمل على إنجاحه بحيث انتهينا إلى أكتوبر. إيه الحكاية يا سيادة الأمين العام للأمم المتحدة؟
لا المسألة مش ماشية. تحدثت مع عليك في الكتاب عن عرض قدمه لك ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق الأسبق عندما كنت في زيارة للقاء صدام حسين بعد الانتهاء، عرض سيارات مرسيدس لك وللوفد المرافق لك لجميع أعضاء الوفد. خلاص بقى المدى كله ماضي وموجود سردته، إنما ما فيش ما يدعو أن احنا نركز عليه في الحديث بتاعنا. خلاص. طب شو هذه كانت محاولة يعني تأثير؟ لا 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 أو هذه طبيعة عربية؟ هذه طبيعة إذا كان كرم يعني. مال إنه في ضيوف يجب أن يأخذوا بتاع، لا ما كانش لا. وأخذنا عبايات جيدة جدا وديت. اكتفيتوا بالعبايات؟ بدون السيارات يعني؟ لا سيارات ما لهاش محل. سيارات إيه؟ ما لهاش محل. بيشحنوها بقى؟ لا معلش. طيب في موضوع المشادة التي حصلت بين الأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك والقذافي، كيف كانت تعاطيك مع هذا الموضوع؟ العقيد القذافي الله يرحمه كان عايز يعمل كلمة استراتيجية يتكلم فيها عن أمريكا روسيا مش عارف إلى آخره، وده وإحنا موقعنا فين، وكان بيوضب له. فيبدو أنه هو دخل على موضوع الخليج وكان بيتكلم في موضوع تاني، فالتوجه الكلمة كان فيها ما اعتبره الملك عبد الله الله يرحمه مساسا بالسعودية ومساسا بالخليج ككل. تمام. فرد فورا وقال له أنت يعني ما معناه يعني أنه مش أنت اللي تتكلمني في هذه الأمور. من الذي أتى بك؟ مين واتهمه؟ من اللي جابك أنت؟ يعني مش أنت اللي تكلمنا في هذه الأمور. دي هي المشادة انتهت. تمام. في موضوع القمة في الأول من مارس 2003 مهدنا لها بهذه المشادة، ولكن المشكلة الأكبر التي حصلت ونسبت إليك كتهمة بأنك منعت يعني مثل إقرار هذا الموضوع الذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة. ما الذي حصل؟ كلام غير سليم. لأنه لو المنع يبدأ إزاي؟ بأنك ما تعرضش الرسالة. الرسالة مش على جدول الأعمال. فإنك تعرض الرسالة وتخطر القمة رسميا كما قلت هناك وصل إلى القمة رسالتان، رسالة من رئيس الاتحاد الروسي ورسالة من الشيخ زايد النهيان، سمو الشيخ زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أريد ملخص الرسالة الأولى اللي هي رسالة روسيا، وأمرت بتوزيع الرسالة الثانية على كل دول الأعضاء. طبعا الرسالة دي مش جاية لنا، رسالة جاية لرئيس القمة الملك حمد. ملك البحرين. الملك حمد بن عيسى الخليفة اللي قال اتفضل. أيوة. هذه الرسالة جاءتني والموضوع مغلق، فقلت للملك احنا الموضوع ده يجب توزيعه، ما يقدرش الشيخ زايد وهو من هو يبعت لك جواب خطاب رسمي فيه كلام جد جدا تتعلق بدولة ونظام وحروب وبعدين ناخدها نشيلها. صحيح. ليحدث ذلك زوبعة كبيرة طبعاً نتابع طبعاً فيها وفي طبعاً روايتها في وزعنا بداية الحلقة المقبلة إذا سمحت. هي في بداية الحلقة. أنا آسف ترتيب البرنامج والتلفزيون. نتابع في بداية الحلقة المقبلة مع الوزير. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم في الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية، أرجو أن تبقوا معنا. قال لي احنا عاملين حسابنا في كل شيء، انت عارف قد ايه تكاليف الانتخابات لو عملنا انتخابات تانية، انا عامل حسابي على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. ده كان على التليفون الرسمي الخاص واعتقد انه مسجل.